أيتها الأخوة والكلمات إليكن الحبائب التالية. تذوب شعوب وتحترب أمم وتتلاشى جيوش قبل أن تفكر في إلحاق الأذى بالمرأة اليمنية حقداً عليها واحتراقاً من الغضب والغيظ حسداً لمقامها. لقد رأى الكون كله من آيات ربه الكبرى عندما سطرت المرأة اليمنية دورها في هذه الحرب وتجلت مواقفها للمرأة اليمنية يستحيل على كل البشر استيعابها أو التصديق بوقوعها. وختاماً، تربية محمد وروح محمد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم ستظل النور في عينيه بلقيس والطريق إلى رضوان الله عز وجل، ولا يمكن لأحد غير المرأة اليمنية الوصول إلى ذلك المنقى والحصول عليه. واسألوا الحياة في أسرها، ماضيها وحاضرها ومستقبلها. سلغاء حسبك يا ابنة الحسن يوم التفاخر شامخ النسب، يكفيك أنك يا مديحتنا أخت النجوم وجارة الشعوب. والسلام عليكم ورحمة الله.